لو الحكاية فيها إن فيتو الامتحان النهارده كان عامل ايه؟ كان كويس، بس هو لما جيت اسلمه قال لي بيتبعت يعني، ما جاليش طاقه من ايه يعني بعد ما حل كده يعني بيتبعت، بس ما جاليش طاقه من ايه ده في المادتين؟ لا في الكيمياء بس. طب والتاريخ؟ لا كان كويس. في اسئله وقفت قدامه؟ لا. الوقت كان كويس؟ ايه اخبار الامتحان النهارده؟ بصراحه يعني هو استهتار، ما فيش يعني الامتحان بتتسرب مجهودنا كله بيروح على الفاضي. هو لو فكر ان التعليم كده هيوصلنا لحاجه ثانيه هيوصلنا في حاجه ثانيه، اللي هو الدمار. هو لو عايز يدمرنا هو بيهدمنا. الامتحانات ناس بتفتح وناس لا، وفي الاخر كله بينجح. طب وكده كده منزلنا وسط الزحمه وسط كورونا والامتحان كده كده بتتسرب. طالما انت كده كده بتسرب الامتحانات بتنزلنا ليه ونتعدي ووباء وتطلعوا تقولوا وصلنا اقعدوا في بيوتكم مش قاعدين في بيوتكم؟ طب ما انت بتنزلنا يعني، انت لو عايز تموتنا مش هتعمل كده يعني، انت لو قصدك تموتنا مش هتعمل كده. اسمك ايه؟ ايمان. اخبار الامتحان ايه النهارده؟ كان كويس. المادتين فاتحه معاكي؟ ايوه، بس ماده الانجليزي من يومين ما فتحتش معايا. طب الوقت كان كويس بالنسبه للماده عشان فتح في اخر الوقت في الانجليش؟ لا لا الانجليش ما فتحش خالص، انما النهارده في الكيمياء فتح في اخر الوقت. ما لحقتيش تحل. طب يعني قالوا لك ايه الاجراء اللي خدوه في ما فيش؟ المستر قال لي اول ما يفتح معاكي حل، بس او روحي البيت حلي افتحيه. اخبار الامتحان ايه النهارده؟ التاريخ فتح معانا وكان سهل، الاسئله كانت سهله يعني الحمد لله حلينا. الوقت كان كويس؟ الوقت كفى. طب الكيمياء ما فتحتش؟ كان مشاكل في الانترنت بتاع المدرسه وكده، وفي الباقه برضو ما فتحتش وكده، بس فتح مع كذا حد يعني. كم بنت ما فتحش معانا؟ تقريبا كنا 3 أو 4 في اللجنه. اوكي. كم ماده اصلا فتحت وكم ماده ما فتحتش؟ هو 3 مواد ما فتحوش معايا، العربي والاحياء والكيمياء بس، انما الباقي كان بيفتح معايا.